Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. أنا ببوع في وبين ما ألبسه هيك 8 وبيجي على المدرسة بالباص. So through our supports, through the support of the European Union, we for instance provide salaries to teachers, but we also make sure that children can go to school, so we pay the transport. We also support the ministry, for instance by setting up a database where they have all the data of the children, of the teachers, of the number of schools, and for instance the schools that are in need of renovation. So they have an overview and they know in which direction they can further improve. The goals set by Back to the Future are to prepare, include and retain children in formal education starting from the community, as well as support the local communities to take care of the children living in there. This project is so important because it wants to give back the future to the children that are our future through education, through protection. وين بيكون في تجمعات او وين بعرف في بيوت بحاجه بنروح بناخذ المعلومات منهم وبنسجلهم وبنرجع نحن بندق لهم بنقول لهم ايمتى رح يبلش حسب كل عمر الطفل او اذا اجى حدا من الاهالي بده يستفسر عن البروجي بناخذ معلومات اوليه بنرجع بنزوره بالبيت بنشوف الوضع بنرجع بنسجله. عنا بالبروجكت الاولاد بياخذوا غير العربي بياخذوا انجلش او ان كان فرنش. هذا الموضوع مهم لانه الاولاد نحن هدفنا نحضرهم ليفوتوا على مدرسه وعلى تعليم رسمي، وبالتعليم الرسمي منا لغه ثانيه الفرنش او الانجلش، بالعكس هي من الباز ببلشوا فيها، فبيلاقوا كثير صعوبه الاولاد اذا ما كانوا محضرين للغه غير العربي، كثير عم بيلاقوا صعوبه، بعدين تقريبا نص اللي دروب اوتس او نص اللي تسرب من المدرسه هو كان سببه الاصطدام بلغه جديده ما بيعرفوها ويحسوا حالهم عاجزين قدامها. كان يكيف عليها كان يكتب على البيت يقول ماما كانت تعطيني باسة يعني كل ما زاد كان يخبرني ومحمد كمان نفس الشيء ماما أنا بدي أرسمك ماما بابا بدي أرسمك بدي أرسم بيت بدي عم تشتت الدنيا بدي يعني أرسمه يعني استفادوا كثير من هالمدرسة. كأنه هول الولاد عم بيطلعوا على سلم ونحن عم نساعدهم بكم درج بهذا السلم لحتى يصيروا بالمستقبل تيصير مستقبلهم أحسن فمشان هيك اسمه Back to the Future لأنه indeed نحن عم نحاول قد ما فينا أنه نساعدهم يرجعوا يندمجوا بمستقبل أحسن لهم وأكيد هيدا الشيء كتير مهم لهول الولاد يلي عانوا كتير بالأزمة أكيد يعني إجمالاً من نص السايكل لآخره بلشنا نشوف في تقدم وصاروا يعرفوا الكلمات وصار عندهم الفوكابيولار المطلوب يعني عمري 12 سنة وعندي 4 أخوة و3 بنات وأنا بجي بالصبح على المدرسة بنطر اوتوكار على الطريق وبجي على المدرسة باخذ عربي وفرنسي بتمنى الاولاد اللي ما عندهم مدارس بيصيروا في مدرسة صار لي هون 6 شهور وبدي كفي هون بس اكبر بحب اني انا هيك بشتغل معلم درس الاولاد اللي ما عندهم مدارس
kind of activities انا بعطي شيء اسمه بي اس اس اللي هي سايكو سوشيال سبورت للولد، دعم النفسي للولد، لان هن بهذا البروجكت جايين از لاجئين refugees جايين من محل كان في نزاعات، يمكن كان في حرب، كان في عايشين بمنطقة منا سيف. أنا ما بعلم، أنا بعطي skills، بعلمهم skills مثل teamwork، communication، كيف يحكوا، كيف يتصرفوا، كيف إذا واجهوا شي مشكلة يقدروا يتعاملوا معها، بقوي لهم كل ال life skills تبعهم. الأزمة السورية كان عندها تأثير كتير كبير على قطاع التربية في لبنان، حتى بقدر أقول أنه من أكثر قطاعات تأثرت بالأزمة السورية هو القطاع التعليمي والقطاع التربية. مئات إلاف من الأطفال بحاجة جداً عالية لتعليم، وبالتالي كان واجباتنا أنه نقدر نأمن لهم تعليم اللي بيستحقوه وفق حقوق الطفل وفق حقوق الإنسان. بالنسبة لوزارة التربية والتعليم العالي بلبنان استجابتها كانت سريعة من أول الأزمة من خلال استراتيجية وصول التعليم لجميع الأطفال. استراتيجية كانت على مدى 3 سنين بتشمل 3 مكونات: وصول التعليم لجميع الأطفال، نوعية التعليم، وبنفس الوقت الحفاظ على النظام التربوي السليم حتى يقدر يواكب هالأزمة وهالمشاكل اللي ناتجة عن هالأزمة. أنا أولادي بالمدرسة، مدرسة الرسمية، بعد الظهر بيجوا بيعملوا هون أوتيد أو الفروض اللي عندهم. هلا هيدي بيساعدهم كتير لأنه بالمدرسة مو كلياتها يعني ما بيجوا خالصين دروسهم أو شيء، بيستفيدوا منها بيتعلموا، واللي بشيء بيصعب عليهم بيرجعوا بيسألوا هون بيساعدوهم عليهم. Education has been one of the main areas of concentration for our support. And the reason is that education is the most important thing for the Syria refugee children in Jordan, in Lebanon, and inside Syria, because this will determine their future. And we have to make sure that there is no lost generation, and that these children can receive basic education and then going to technical education, eventually higher education, so that they can have a future in their lives. أحباتي كانوا يجوا لهون، فهن حكوا لي إنه في مركز، فطلبت موافقة أهلي وأهلي وافقوا، فأجيت. اتغير هون، إنه صار عندي صحبات أكثر وارتفع مستوى تعليمي، صار أكثر، معدلي ارتفع. إحنا من بداية الأزمة السورية استقبلنا تقريبا أكثر من 130 ألف طالب سوري في مدارسنا، وهذا الأمر أدى إلى ضغط كبير على البنية التحتية واكتظاظ المدارس بأعداد كبيرة من الطلبة، بالإضافة إلى أيضا تأثر خلينا نقول البنية التحتية لهذه المدارس وخاصة الوحدات الصحية، أعمال الدهان، الساحات، هذه المدارس نتيجة زيادة أعداد هذا الطلبة. ليش أهمية دروس التقوية؟ لأنه إحنا كلنا بنعرف كل هاي الطلاب ما بتروح مدارس خاصة، كلها بتروح مدارس حكومية. المدارس الحكومية بيكون فيها مش أقل بين 40 ل 42 تقريبا أو 45، ممكن مرات بوصل عدد طلاب الصف 50.
فقد ما اهتم الأستاذ أو قد ما حاول يوصل أو يشرح لخمسين طالب مستحيل تكون بنفس الطريقة اللي بدها تكون من خلال دروس التقوية اللي بتنعطى. يعني هي بتكون تعزيز للي بياخذوا الطالب بغرفة بالدخل الغرفة الصفية. أول ما تسجلت سجلت بنتي شام، فصارنا تقريبا سنتين معاهم ورحبوا بهذا الأمر، فلقينا كتير دعم من خلالكم، الرياضيات، العربي، الإنجليزي، فكان عند بنتي شام ضعف باللغة الإنجليزية شوي، فبدي أنا أدعمها وقويها نفس الوقت إنه تقوى شخصيتها، إنه بتصير بتحكي تتكلم تتحدث مع الناس، تغير الجو تبع المدرسة حتى معانا هون بالعيلة. نفس الإشي كمان بنتي ياسمين قالوا لي في مجال، قلت لهم خلاص خلوا الاثنين كمان مع بعض وهيك بيكسبوا لغة وبتزيد علاماتهم. بدي غسل إيدي صبح وظهر وعشية، بدي غسل إيدي صبح وظهر وعشية، وبغسل بالصابونة لصحتي قوية، وبغسل بالصابونة لصحتي قوية. السيشنز أغلبيتهم شي عم ينعطى كبابت شو، شي عم ينعطى كألعاب، لأنه الأولاد كتير يعني هن بحاجة إنهم يلعبوا ينبسطوا، بحاجة إنهم يشوفوا شيء جديد هن ما شايفينه. مين أنتي؟ أنا اسمي جرزومي، أنا صديقة لكل الأولاد. ليش ما بدي كاني غسل إيدي؟ لأنه أزرقت. وين أنتي؟ ولو تركت صوتك. سبيشالي بابوت شو كتير قليل يشوفوه برات السنتر عنا، وين ما كانوا. وقت تكون اكتيفيتي الاولاد بيكونوا متفاعلين اكثر مع هيدي الاكتيفيتي، ان كانت لعبه او بابت شو او مسرحيه او اللي هو، عم بيكونوا متفاعلين اكثر، بيحفظوا الجواب بسرعه اكثر، بيقدروا يجاوبوا بس نرجع نسالهم بعدين، يعني بس نرجع نعمل ريكابيتولاسيون بالاخير بتكون ايزي فور ذم تو انسر. محاضرة التوعية دور كتير كبير وله أثر كتير كبير على الأهالي، إن كان يعني نعرفهم أكتر عن حاجات أطفالهم، عن طرق علاقتهم مع أطفالهم، حتى كمان بنعطيهم مواضيع عن أكتر هي مثلا خاصة بعمالة الأطفال، بالزواج المبكر، آثارهم على أطفالهم. فأهم شيء تغير لون الرمادة، اخترنا ألوان غير. أنا كتير مبسوطة والأساتذة كتير حبوا الترميم بشكل كتير حلو. من القصص اللي ترممت أهم شيء كان بالنسبة إلي صار في مطبخ، وتاني شيء الحمامات كلهم كهرباء، صار فيها شوية تعديلات كمان كهرباء، نحط شيء بيوفر للإضاءة، رجعوا صار في آخر شيء صار في ملعب جديد هلأ عم يتنفذ، بعد ما خلص بده بعد تقريبا شيء شهر حتى نقدر نستلمه من نفس الجهة المتمولة. يعني إجمالا أعمال الصيانة في مدرستنا أخذت ما يقارب حوالي شهرين، يعني حوالي 60 يوم. يعني كثير من الأعمال اللي عملوها كان لها دور كبير في التأثير على بيئة الطالب ونفسيته. أول الأعمال هذه دهان المدرسة كاملة. الموضوع الثاني اللي هو عمل صيانة كامل لمقاعد المدرسة، تأمين المدرسة بألواح الوايت بورد للصفوف، يعني بالإضافة لتأميننا في أجهزة كمبيوتر للمدرسة. المحمد بيقول ماما بس بدي أكبر، بدي يصير دكتور، بدي أعين عيونك، بدي يعني يكون أحلى مستشفى، بدي أحطيك، يعني هو يعني رغبته بدراسة. أنه أنا بحب كتير أجي على المدرسة وبحب أحكي. Join us in making sure that all children can go to school.